إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإننا أيها المسلمون نعيش في هذه الأيام عشرًا مباركة أقسم الله جل وعلا بها في كتابه، تعظيمًا لقدرها وإعلاءً لشأنها. قال جل وعلا: والفجر وليالٍ عشر والشفع والوتر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الليالي العشر التي أقسم الله بها هي ليالي العشر الأول من ذي الحجة. وقال رضي الله عنه: الشفع يوم النحر، والوتر يوم عرفة. عشر هي أحب الأيام عند الله جل وعلا. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه؟ قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. أيها المسلمون، في هذه الأيام الفاضلة يوم عرفة. وما أدراك ما يوم عرفة؟ هو اليوم الذي أكمل الله به الملة وأتم علينا به النعمة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلاً من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداً. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً. قال عمر رضي الله عنه: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة. وفي هذا اليوم العظيم تتنزل من الله جل وعلا الرحمات، وتكفر فيه عن المذنبين السيئات. قالت عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدًا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. وعن بلال بن رباح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له غداة جمع: يا بلال، أسكت الناس. ثم قال: إن الله تطول عليكم في جمعكم هذا، أي تفضل عليكم، فوهب مسيئكم لمحسنكم وأعطى محسنكم ما سأل، ادفعوا بسم الله. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: ويوم عرفة هو يوم العتق من النار، فيعتق الله جل وعلا من النار من وقف بعرفة ومن لم يقف بها من أهل الأمصار من المسلمين. عباد الله،
اجتهدوا في هذا اليوم بالدعاء، فإنه يوم تستجاب فيه الدعوات، وتفرج فيه الكربات، وتمنح فيه الأعطيات. وإن من أعظم ما يدعو به العبد ويلهج به في يوم عرفة توحيد الله جل وعلا. قال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. قال ابن القيم رحمه الله: فلله ذاك الموقف الأعظم، الذي كموقف يوم العرض، بل ذاك أعظم، ويدنو به الجبار جل جلاله، يباهي بهم أملاكه فهو أكرم. يقول: عبادي قد أتوني محبة، وإني بهم بر أجود وأرحم، فأشهدكم أني غفرت ذنوبهم وأعطيتهم ما أملوه وأنعموا. أيها المسلمون، وإن مما يشرع في هذا اليوم المبارك أن يصومه المسلم غير الحاج، فإن صيامه كفارة لسنتين. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآي والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فإن أعظم يوم عند الله جل وعلا هو يوم النحر، يوم العيد. عن عبد الله بن قرط رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعظم الأيام عند الله يوم النحر، ويوم العيد هو يوم الحج الأكبر، كيف لا، وفيه طواف الزيارة، سمي بذلك لأن الحجاج قد تطهروا من ذنوبهم يوم عرفة، فأذن لهم ربهم يوم النحر في زيارة بيته والطواف بكعبته. وفي هذا اليوم تحيا سنة إبراهيم عليه السلام، فتراق دماء الهدي والأضاحي، ويتقرب بها لرب العالمين. قال جل وعلا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. أيها المسلمون، وإن مما يشرع لكم في العشر المباركة التكبير المطلق، وقد بدأ من أول يوم من ذي الحجة، ويستمر إلى آخر يوم من أيام التشريق، وكذلك التكبير المقيد بعد الصلوات، الذي يبدأ من فجر يوم عرفة وينتهي عصر اليوم الثالث، وينتهي عصر اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. فكبروا الله تكبيرا كثيرا، وسبحوه بكرة وأصيلا. قال البخاري رحمه الله: كان ابن عمر رضي الله عنه يكبر بمنى تلك الأيام، وخلف الصلوات، وعلى فراشه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا. وعن ميمون بن مهران رحمه الله قال: أدركت الناس وإنهم ليكبرون في العشر، حتى كنت أشبهه بالأمواج من كثرتها. ثم اعلموا أيها المسلمون
أن الله أمركم بالصلاة على نبيه، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الأصحاب والتابعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين بقوتك يا قوي يا متين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين المسلمين في كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، فأنت نعم المولى ونعم النصير. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك في هذا اليوم أن تعتق رقابنا من النار، وأن تجعلنا من المرحومين في هذا اليوم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا ولي عهده لما تحبه وترضاه. اللهم وخذ بنواصيهما للبر والتقوى، وارزقهما البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.